تطعيم السدر او النبق او ما نسميه احنا بالكويتي الكنار. طبعا اختار للشرة اللي انا بطعم فيها، في بعضهم يطعمون ثر مو شيرة كاملة، لكن انا دائما لما اكل ولا العمال ياكلون اجمع البذور مكان واحد واحاول تكاثرهم، يعني هذه مثلا طالعة بروحها صوب المبنى، فاغير من الصنف الموجود في الشيرة، اختار لي الغصن المناسب اللي مر عليه سنة من الشيرة انا ما اكل منها، عجبتني ثمارها اختار لي اياها، اختارها واشيل اللحاء الخارجي مالها، طبعا اسوي مثل القلم اشيل اللحاء كامل من الجهة الاولى، والجهة الثانية مو مشكلة عندي حتى لو شوية منها، اخذ الدرنفيس واقوم افتح فتحة ما بين اللحاءين، يعني اللحاء البني الموجود واللحاء الابيض، اسوي لي فتحة على كبر القلم. طبعا قبل لا اسوي الفتحة انا ارطب للشيرة او نسقيها ماي قبلها بيوم، وبعدين ارطبها بسفنجة بخام، المهم ان تكون رطبة اقدر اشتغل عليها. هذه بعد ما فتحناها بالدرنفيس تقريبا نفس الحجم، انتبه وانا افتح اني ما اتأثر باللحاء الخارجي، يعني يتآكل معاي او يتشقق او يطيح، فمهم انه يكون اللحاء حافظ عليه. حطيت الاقلام الموجودة داخل اللحاء، كل هالتطعيم هذا يصير في شهر 2، افضل تطعيم يكون عندنا داخل الكويت اللي هي مرحلة اندفاع النبات او الحركة في العصارة مالت النبات تبدأ تنشط في شهر 2، فانا اقعد اشتغل على جميع الاشجار، مو شرط الكنار، ممكن اني انا اشتغل على البرتقال، ممكن اشتغل على التفاح، اشتغل على التين، اي شجرة عندك هو عملية التطعيم وحدة. بعد ما ركزت انا العقل، انا هني حاط لي 4 عقل، الهدف من اضافة عقل 4 أو 5 أو 3 انه ممكن واحدة تموت معك، فاستخدمت الدباسة ودبستها، مو مهم انك تستخدم الدباسة، يعني ممكن اذا شغلك نظيف على قولتهم يعني خلاص تثبت، بس دايما انا استخدم الدباسة في الاماكن اللي يكون فيها مرور باستمرار، عندي انا هني مرور عمال الناس تمر، فاحاول اني احافظ عليها انه لو الواحد يحركها ولا شيء تكون محافظة على ثباتها. ممكن انك تستخدم مسمار تثبتها فيه، المهم انها تثبت. ما عندك كل هذا او الشيارة موجودة عندك في مكان ما في حركة، مو لازم، ربطتها بحبل وشديت الحبل عدل، ابي اضم اللحاء البني مع اللحاء الابيض مع الغصن، اضمهم عدل انهم يلتصقون ببعض التصاق كامل. طبعا هذه المرحلة مهمة، هذه المرحلة نص النجاح. لفيت الحبل وبديت اتيب الحبل، انا بعدين بتيب اسود احافظ على الحبل انه ما يفلت معاي او يكون لي فراغات من الهواء. بعد ذلك اغطيها في كيس بلاستيك وانطر بحدود 20 يوم ان شاء الله، اذا النجاح يعني اتوقع يعني 90% العقل ناجحة ما فيها اي مشكلة، وخاصة اذا كان الموسم موسم حلو. من المهم والضروري اني انا استخدم مادة هذه حماية للتطعيم والجروح، فانا استخدمها دائما في الجروح نفسها بعد، لاني انا بالاصل قصيت للشيرة فسببت لها جرح، فقعد اداويها في المادة هذه. اللي ما عنده المادة هم ما في مشكلة، ممكن يستخدم الطين العادي، في بعضهم يستخدمون الغرم على الخشب، هم ما في مشكلة، المهم انك انت تحمي الشيرة وتسكر فراغات الهواء ما بين اللحاء الداخلي واللحاء الخارجي والقلم، اسكرها بالكامل واغطيها تغطية كاملة. التطعيم يعطيك اصناف يعني جيدة من الكنار، يعني انت ممكن تستخدم الكنار الصيني، الكنار الكويتي،
اي شيره انت عجبتك من الكنار؟ يعني ممكن الشيره واحده تطلع لك اكثر من نوع من الكنار. وانا بصراحه عندي شيره يعني كنار كويتي حلو دائما استخدمه في التطعيم. اول شيء يعطي قبل بقيه الاصناف، فانا استانس عليها وطعمها وايد حلو، فدائما اني انا اطعم منها واحاول اني اكثر من نفس الصنف. في بعضهم يستخدمون الكنار الصيني، في عده اسماء له بغض النظر عن الاسماء. بعد ما حطيت الماده فرشتها في المكان اللي انا ابي، غطيتها في كيس بلاستيك وحافظت على الكيس البلاستيك اني انا غطيتها بعد بتيب. بهالطريقة انا حافظت على الشجرة بشكل كامل، والمشكلة اللي تحوشني الحين اني انا احميها من اشعة الشمس، يا احط قارورة، جريدة، كرتون، المهم ان اشعة الشمس ما تي صوبها. الخطوة اللي بعد ذلك اللي هو بعد 20 يوم إن شاء الله تكون انبتت منها أكثر من قصن. في بعضهم يختارون الأغصان اللي يبونها ويلغون باقي الأغصان، وفي بعضهم يقولك لا خلها مثل ما هي تعطي منظر أحلى. خلونا نتابع الأشجار اللي عقلناها أو طعمناها في الموسم السابق، يمكن هذه صار لها سنة وفي بعضهم صار لهم سنتين. راح نشوف شلون طالع التفرع الأشجار منها. هذه ممكن مخذي قصنين، هذول ما شاء الله بحدود الأربعة بدأت الشيرة تنمو عليها، وفي بعضهم بدأ يثمر ثمارها حلوة. وأنا قاعد أفكر يعني الحين بعد ما أنزل فيديو إن شاء الله راح يكون عندي فيديو كامل من بداية إزهار الكنار الى الثمار، راح احط لكم خطواته ان شاء الله.